معنا على الهاتف من رفح بجنوبي قطاع غزة الصحفي محمود عليان. محمود، بداية، ما الذي حدث؟ ما طبيعة التطورات هناك في قطاع غزة بعد هذه الهجمات الإسرائيلية العنيفة؟ نعم، حقيقة في اليوم 81 للحرب على قطاع غزة قام الجيش الإسرائيلي قبل لحظات بإعادة 80 من جثامين قتلى فلسطينيين احتجزهم منذ 7 أكتوبر خلال سيطرته على بعض المناطق في قطاع غزة، وهذا طبعا لا يشمل بعض الجثامين التي تم احتجازها يوم 7 أكتوبر، أي من أولئك الذين دخلوا أو تجاوزوا الحدود وبعضهم منتمين لبعض التنظيمات الفلسطينية. بلدية رفح تعمل الآن على تجهيز قبور جماعية لدفن الجثامين التي استلمتها قبل لحظات من معبر كرم أبو سالم الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وسيتم دفنهم بعد لحظات من الآن. مدينة رفح أيضا في خلال هذا اليوم شهدت قصف من الطائرات الإسرائيلية استهدف أحد المنازل وسط المدينة وأدى ذلك إلى مقتل فلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي شرق المدينة وكذلك في المناطق ما بين رفح ومدينة خان يونس. هذا القصف الذي استمر اليوم الثاني على التوالي مع بعض التقدم الملحوظ للدبابات الإسرائيلية، وربما هذه سابقة في رفح منذ 7 أكتوبر لم تشهد أي تقدمات برية لآليات إسرائيلية. خلال الأيام السابقة حدث هذا الأمر، ولكن تقدمات يعني تبدو بسيطة مقارنة بباقي المدن. في خان يونس الحدث المستمر منذ أسابيع هناك والتركيز الإسرائيلي على هذه المدينة، قتلت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف منزل في منطقة المواصي، والجدير ذكره هنا إلى أن هذه المنطقة هي واحدة من المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي أنها مناطق آمنة طالب الفلسطينيين أن يتوجهوا إليها. اليوم تشهد غارة إسرائيلية هناك قتلت فيها هذه المواطنة، وأيضا استمر القصف لبعض المناطق القريبة من مجمع ناصر الطبي، وهو ثاني أكبر المجمعات الطبية بعد مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهذا دفع وزارة الصحة لأن تعرب عن خشيتها من استهداف محيط المجمع وأن يكون ذلك مقدمة لما حصل في مجمع الشفاء في غزة، وعطفت على ذلك بالقول إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر وصل إلى 20,915 قتيلا ونحو 55,000 جريح. هذا أيضا يجيء تزامنا مع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة لطاقم من العاملين في مصلحة مياه بلديات الساحل التي تقوم بتأمين خطوط المياه وإمدادها لبعض النازحين في المناطق الغربية وكذلك المناطق القريبة من المجمعات الطبية والخدمية، أدى ذلك إلى مقتل 3 من طاقم مصلحة بلديات الساحل. وهنا في هذا الإطار أيضا نؤكد باستمرار انقطاع كامل لخدمة الاتصالات الثابتة والإنترنت. الهلال الأحمر أيضا في خان يونس أطلق مناشدة بعد قصف طال طوابق في مبانيها التي تضم مئات النازحين بعد أحزمة نارية عاشتها المدينة يوم أمس، وصل خلالها عدد القتلى فقط في خان يونس إلى أكثر من 40 خلال 24 ساعة. المحافظة الوسطى القريبة من خان يونس من الناحية الشمالية أيضا كانت هناك أحزمة نارية طوال الليل، أحزمة عنيفة جدا. جدد الجيش الإسرائيلي دعوته إلى سكان مخيم البريج إلى الشرق من المحافظة بضرورة التوجه إلى مدينة دير البلح وكذلك إلى مدينة رفح، وسجلت أكثر من 100 غارة في الساعات الماضية وعدد كبير من القتلى خلالها، بالإضافة إلى إعلان التنظيمات الفلسطينية عن اشتباكها مع القوات الإسرائيلية في عدة محاور منها منطقة جحر الديك وكذلك في شرق النصيرات وشرق دير البلح. بالنسبة لمدينة غزة هناك اشتباكات في منطقة كان الجيش الإسرائيلي قد بدأ دخوله منها وهي المحور الشمالي الغربي، اليوم تعاد هذه المنطقة إلى الواجهة من خلال اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الفلسطينية هناك، وتشاهد أيضا يعني ألسنة اللهب من تلك المناطق، وهذا ربما يؤشر على حدة هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى ما يحصل في منطقة الدرج التي قال
على الجيش الإسرائيلي أنه الآن يركز عملياته في هذه المنطقة. شمال القطاع، أقصى شمال القطاع، هناك صور أظهرت ربما الدمار الكبير في بعض المستشفيات، منها مستشفى بيت حنون الذي خرج عن الخدمة في الأيام الأولى لهذه العملية العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار عمليات الجيش في بعض المناطق في منطقة مخيم جباليا، وتأكيد الجيش الإسرائيلي الذي قال أن هذه الحرب لن تتوقف على الأقل الشهر المقبل، وربما هذا يعطي إشارات بأنها ممتدة إلى أبعد من ذلك من خلال مراحل قد تبدو مختلفة عن السابقة. من عبر الهاتف من رفح بجنوبي قطاع غزة، صحفي محمود عليان، شكرا لك.